أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة كيبكو عن استكمالها إصدار صكوك بقيمة 103 مليون دينار كويتي، وهو الإصدار الأول لشركة في مجال التمويل الإسلامي، وبذلك تصبح الشركة أول شركة كويتية تستكمل إصدارا للصكوك بالدينار الكويتي. تم إصدار شهادات الصكوك الائتمانية من قبل شركة مشاريع الكويت للصكوك المحدودة مع شركة مشاريع الكويت بصفتها الملتزم، ويعتبر هذا الإصدار الأول في إطار برنامج شركة المشاريع لإصدار شهادات ائتمان بقيمة 2 مليار دولار. تم إصدار الصكوك لأجل 6 سنوات، وقد شكلت شهادات المعدل المتغير ما نسبته 36% من إجمالي الإصدار بقيمة 37 مليون دينار كويتي.